سالم وإخواني كلهم ما فيهم قصور فهمت، لكن بعض الناس يكون قريب وهم ترى حتى يعني عمك لعمك لحمك قدامك تحصل واحد قريب منك أكثر، واحد تشتكي له الأمور الخاصة، واحد من غير قصور فيه يعني إذا كبرت اشتكيت أنت له، واحد هذه هي سبحان الله. لكن اللي يعني أهم منها وألزم أن الواحد يروح وهو خابر أنه يعني قلبه نظيف على أخوياه. والله نساء لأني والله منهم، والله نجز جعل والمكسب. شفت الصداقة، شفت الأخوة، شفت الرجال تفهم من نظرة، ترى هذا هو المكسب الكبير. شوف أنا ليلة الأبيات اللي قلتها فيها أنا أقول على الأطلال والشوق ونسيمة، نسيمة يحن القلب للذكرى القديمة، الله نهاية والحنين إلى البداية، يوم بداية نهاية والحنين إلى البداية بلهفة شوق والفرحة يتيمة. يوم دخلت فرحة يتيمة لأنها كم يوم يتيمة. أي والله. أي والله. ولا زاد الوله والشوق فينا سوى ذكر لها قدر ونقيم. هنا كانت لنا أجمل ليالي بكل أرجاء قريتنا العظيمة، الله منار نجتمع به كل طيب سليم وفؤاد وهروج السليم. يا سلام منار نجتمع به كل طيب سليم وفؤاد وهروجه سليم. سليم على الدين وعلى طيب المبادي مخوتنا وذي أكبر غنيمة. أي والله عزل على 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 الدين وعلى طيب المبادي مخوتنا وذي أكبر غنيمة. غنيمة سليم وفؤاد وهروجه سليمة وذي أكبر غنيمة. والله يا أخي البيت اللي عقبه يقول طال عمرك سليم وفؤاد وهروجه سليمة و يا سبحان الله عليت على الدين وعلى طيب المبادئ مخوتنا وذي أكبر غنيمة. دروس تثري ومقنم فوائد نديم يكسب العليا نديم ديمة. وما يمضي من الأيام يبكى ما حد من الفؤاد وفي صميمه ذكرية ما تروح سبحان الله. الله وما يمضي من الأيام يبقى مع دم الفؤاد وفي صميمه تجي في كل يوم وكل ساعة يحن القلب للذكرى القديمة. الله وما يقل إلى آخره. لكن شوف الطراحي وأنا أقول لك سبحان الله يعني كل زاوية لها ذكرى جميلة ذكرى حزينة ذكرى. لكن هذا أخوانك وربعك وخوياك وصداقتك الدائمة إن شاء الله ومعرفة خير اللهم لك الحمد. ودخلنا مجملين وبنطلع إن شاء الله وحنا مجملين. الله الله. شو يقول البيت يتيمة؟ إيه. شو يقول؟ بلهفة شوق والفرحة يتيمة. والفرحة يتيمة. لأن الفرحة اللي ماشي. وأنت تحس اليتيمة. يا زين أبيات. جزنا أبياتك لليتيمة. يا أخي طرت على يتيمة ويا أخي بنت أختي اسمها عائشة. يا ولد الله يخليك لها يا الله يخليك لها ويخليها قسما بالله تمشي بدمي يا ابو الله يخليك لها ويخليها. قلت لي بيتين قصيدة يقول بعيدا عن الضوضاء والضوء والإعلام الله أنا في دا أنا داخلي قصة ولا حد يدري عنها. بطلها يتيمة امرها حول 10 أعوام داري عليها من سنة الشمس وحنة صحت عينها ودموع عيني على الأكمام بدا عمرها وبداخلي آهه وونة يضيق الفضاء من ضيقها والهموم إحيام وسيع الفضاء في ناظري لا ضحك سنة سنة يا أيوش لا تبتسي من وحشة الأيام نالت ذرة من لاهب القيض والكنة يا أيوش قومي نبني الصرح والأحلام والأحلام لو أن خالت سود الأيام كون حدنا وقف دون حلمس وقفة الشامخ الضرغام مع أن الظروف القاسية خيبت ظنه يا أيوش قالها ربنا خالق على نام وحديث الرسول اللي هدانا على السنة على السنة كهتي أنا بالجنة وكهل على يتام عساني مع أيوش في داخل الجنة وفي روضة الجنة وسلامته. عاد الحديث شيء يجيب شيء. الله الله عيوش مهي بنتك الحالة بنتنا كلها الله الله أي والله جعل ربي الله إن شاء الله وبشر خليكم لها يخليها لكم يا ربي الله العظيم إنه مبسوطة ومستانسة يا عمري الله
ترسل لي خالي خالي حد قلبي الله يخليك الله يخلي حالك يا رب العالمين. اي والله هاني ونبشرها ان خالها مطلق الله واخويا يحبونه الله نزال. من جملة طار القصيد من القصيد يا أخي بعض الجماهير تبقى بقلبك إلى 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 ما لا نهاية. أكيد روح الجميل ما ينسي روح الجميل روح الجميل مثل اللي يحط ينقش بقلبك شيء نقش. أكيد أكيد مثل رجال تجمل بجمايل والله يا أبو يا أبو مري إنها ما تعذبت تخضر الدنيا وظروفها نوبة تضيق ونوبة أكيد صادق الناس للناس. هذا يا دقيت عليه من أول ما يدق تم أبو مقعد قبل أتكلم أرحب أبو مقعد وتراجتك هذا رد مرد إنك والله تستاهل وترى ذكرك للحين هذا دليل الوفاء والله نزال اللي هو ها محمد بن علي النخجان ونعم من شمر من أهل الرياض. مرة جيت الرياض كنت متضايق وقتها ودق عليه يا مرحبا يا أبو مقعد وترى ما جيت يوم وتم وأنا عذر أنا عند باب المطار لكن شوف البيت شوف عيالي هناك. قلت بيض الله وجهك جمل الله حالك عاد حله لبعض القصيد يثبت الجميل الرجال هذا يثبت السوالف يثبت الوقاية يثبت القصيد الأول. إذا ما كتب في لي مثل ذا وشروح ما له لزوم. أي والله أي والله أسلم من قال أسلم اشتقنا لها الجلسات ولا لا شهر أمر طويل أمر شفه الحياة لابد أن يعني القرية هذه لو اللي فيها كلهم هادين ما كله ولو اللي فيها كلهم يعني ريال عالي هنا أنا وجهة نظري يعني يمكن لأني هادي شوي أحب العزلة والهدوء شوي. يقول على طاري الجمايل وذاك الجمايل راعي الأول ما يلحق وراعي الجميل ما ينسى والله نسى فهمت يبقى الرجال مدين راعي الجميل بعد حالات الجميل إذا قد راعيه ما يذكره راعيه الأصلي يعني راعي الجميل إذا قد ما يذكر جميل حيأسن. الحين شفنا الحين بعض الناس كانوا يعني يتجملون عز الله لكن يعني شاشات إعلام وأنا شوفنا ناقص حالات حالات الجميل اللي مثل رفيقي كذا وشروه عز الله اللي من الرأس إلى الرأس فهمت علي ولا عمره ترى والله ما عمره هذا الطيب كله ما عمره يعني يكلم ولا قال والله أنا سويت فلان لا 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 وفيه ناس يعني تدفع أشياء ولا تحسب مثل تدري ليه لأنه ترى هذا الطيب الجبلة نسمي الجبلة والله جبلة جبلة والله يا بعض الرجال طيب وجبلة جبلة والله طيبهم جبلة مثل راضي بن سنيد سلماني عند المحل حايل يوم يجي السبيع طول عمره يجلي سمعت بها شرى له بيت طول عمره أثث من كل أثاث ولا يعني ولا مثل ما تقول يبي منه معروف ولا يبي طيب الجبلة والرجال والله واجد لكن احنا اللي نشوف اللي نسمع بهم. انا على طاري طيب الجبله ومن طيب الجبله بعض الرجال سبحان الله يعني مذكورا بالذات في المواقف اللي نعم. اللي تستاهل اي والله ف يعني انا ما طرحت المواقف لنا عندنا الله يطول عمره عمر من يسمع حمد بن لبدان لعين. معروف ما عليك معروف على مستوى الإعلامي أهل المنقيات وأهل التجارة حمد اللبدان صاحب أيادي بيضاء في المواقف الإنسانية ولا والله ما حد ما حتى ما تسمع حد يعلم معالج هذا ودين على هذا ومعتقن فهمت علي ولا تسمعها إلا في الناس اللي قريب منه اللي يعرفونه ولا يبيها سبحان الله فطلع هو اللي شروه أنا ما أخصص لكن طلع عليه أبو عوض الله يمسيه بالخير وهو اللي شروه وهذه مثل ما قلت لك لأن الطيب الجبلة نعم. هذا جبلة معروف أبو عوض ترى والله شوف أنا من حائل مشمر من هالحائل وهو من هالشرقية ونوبة يصير في الرياض
وسمعت بعلمه الطيب قبل 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 لأن الطيب ترى ابن عم الطيب الملح يا الطيب ماذا والطيب ترى مو محصورا على قبيلة ولا على بلاد يركبوا له العرب من أول يسمع له بواحد من قبيلة ثانية ومن بلاد ثانية يركب يروح صوب لأنه هذا الطيب كله الطيب ما يتحدد لا على قبيلة ولا على بلاد ولا على أحد لأنه مثل ما قلت لك طيب الجبلة مهيب فيه مثل مرة صار لي موقف أنا بالرياض نراجع أنا والوالد الله يشفيه إحنا معنا تأمين إحدى المستشفيات الكبيرة هنا وكان فرعهم اللي بالقصيم يعالج على التأمين والفرع اللي في الرياض كان خارج الحسب جينا وراجعنا على أساس إنه تبع التأمين يوم خلصنا علاجنا طلعت فاتورتنا يا مار فوق 12,000 وقتها صراحة أنا ما معي المبلغ كان معي المبلغ لكن ما يسد وكنت أكلم وأروح وأنزل وأروح للسيارة هو يجيني ذاك الرجال سلام عليك يود أنت فيك يمر لابسن بلادة أو بطاقة المستشفى قلت والله اللوم كذا وكذا 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 قالوا غيره غيره والله سلامتك وإن شاء الله أن الأمور تضبطن وقوم قال بإذن الله بإذن الله المهم كلمت وكلمت وكلمت ورحت وجيت طلعت لأبوي نزلت أخذنا حول ساعة كذا بيرجع إحنا بغرفة التنويم يجي أنا قال أنت الشمري علمته بعلومي واسمي قال الشمري هذه وصفتكم انزل من الصيدلية خذ أغراضكم توكلوا شلون قال مالك هم يا رجال علم وش السالفة قال مالك هم يا عدل يا عدل يا بد قال له حاولت وحاولت بعي المهم كنت من الطيب كمان معلم قلت علي بالحرام والجيل اللي ما تحرك من هنا لتعلم اسمك كان معك مازن بن عبد الله العتيبي نعم ما يبغى لي بتنا العتيبي والله قلت والله ونعم طيب يا مازن انت تعرف انا قال الله بالله ما اعرفك قلت طيب جنسي جنس لا لا المراجعين قال لا لا انا عارف عارف اللي يحتاج وقفه وكذا قلت الحمد لله الامورنا طيبه وكل اجتماع وحنا معنا تامين قال عاد خذ علاجكم وتوكل على الله حاولت وعي عاد رجعت الحائل طول العمر قلت انا جد لي شهر وشوي لحقني هوا وعماس الله وراس ما يحب الكيف يا الاجواد ماليبه بعد ما دار خولان لي من في داخل المحماس وريح البن يجذب كل خاوي راس ويجيب طرالي موقف النادر عظيم ويحبس الانفاس وخطوان المواقف الصعب يا الاجواد تجنيبه بعد ما واق بجو الرياض وكل ما بي ياس ظهر لي رجل في وجهه تشوف العز والهيبه تصافحنا وقال ايش فيه وجهك ضايق ومنحاس وقلت العلم اصلك والعلوم الحين تدريبه تعزوه بالعزاوي راعي الطالات والنوماس يقول ابشر مطلوبك علي الحرم لا جيبه يقول ابشر بعزك والمتاعب خش ما ينداس لجل مقعد وابو مقعد ولي جاهي ومريبه يا عبد الله عسى عمرك يطول لا تشوف الباس ترى هقوتك في مازن مثل ما كنت هقيبه كسبت النعم يا مازن بطيبك يا عريب الساس مجمل وقفته وقفه يطيب الرجل يطيبه هذا مازن عسى يفدون اهل الحتي والهلاس طلبتك يا الهي تجزيه بالخير وتثيبه هذا مازن وريت اهل القنا والرمح والاقواس عتيبين من اللي مجه التاريخ يحكي به تيبه يا عتيبه يا اهل الجوخ الحمر والطاس لهم سيف اللي حلت ليال الحرب تصطيبه لو التاريخ ينطق ويتكلم للملا والناس يقول انا عتيبي والبخر محصور العتيب الله 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 اللي يستاهلون عتيب عز الله انه تجمل معي وموقف وعز الله انه ملا بطن الله اللي يستاهل اي والله يستاهل والطيبين والله العظيم انهم من يستهل. كل قبيله ومن كل دوله من كل مكان انا قال مره قصيده بس منها بيتين يقول الطيبين كل دار وكل دور مثلا الدار اللي هي الديرة الدير والدور اللي هي البيوت الله الطيبين بكل دار وكل دور والنعم حق اللي قبائل الله وعتيبه الهيلة إلى كبرة الأمور أدناهم يوقف لها ويحلها الله أي والله الله يا الأجواد أنا يسهلون لهم الطيب أي والله ونعم الله في كل القبائل والله يستاهلون القبائل نعم حق القبائل كلها عز الله يا هلا يا ابو مري الله يطول عمرك يا اللي بك يطول عمرك
تتكلم، انا ترى مصيح جاهز. هذا واقف عند الباب. هلا هلا توانك فل على ترتيبنا ذاك. هلا هلا مر. والجهاز اهم شيء الجهاز. جهاز اللي معه قصه ترى. إيه. ترى ذاك اليوم كله سناب يوم نصور انا وياك. الله جاني تعليقات واجد. أربهم بس ما حطوني على الصدى. لا والله كلهم لا. معي يعني. لا والله بس يقولون وش الجهاز وش الجهاز وش الجهاز. واحد يقول هذا جهاز الطيور. واحد يقول هذا جهاز وش هو بجد. والله العظيم شوف احنا نشد يشدون اذا شدينا والله العظيم حتى ننزل اماكن بعض احيانا في بعض الاماكن فيها شبكه. اشوف سنابك تسمعني. قسما بالله ان سنابك اني اشوفه. وبعدين احيانا وش هو مثلا عندي شغل سوق روح اجي عندي ضيف عندي شيء ما افتح سنابك. انت محمد مرعي بالذات تدري ليه؟ اني اجلس طويل العمر تقهوى اشوف خلاص ما عندي شيء يجي يفتح سنابك. الله يقبل بيد وحده سنابه ما اسوي لك كبر هي تقدر تبدا سناب اللي بعد. الله يقبل كانه مسلسل. الله يطول انت يا ابو الله يطول بالله. انا تراني يعني تصويري اصور إيه؟ لقد في قصه احنا مش شديد ولا روحه ولا سفر. والله انت فاقول لك والله الله يطول عمرك كذا صرحك. فاقول لك سبحان الله الجهاز ذا له ذيك الايام له جو إلي أنت تنتهي الرحلة. أنا تدري حاطه وأنا مشو حطه هو بالصيف صرت بالديرة معلومة. لكن أنا سالم ما أجلس الله السنة هذه سبحان الله من الربط وهو قادر الشتاء ما أجلس ما أجلس والله ما أجلس قسم بيت الله يمني تدقى هاي يا وليد وينك أنت بيدية والله ما أنا فلان يا وليد ماذا رحت له. المهم ونيس خاصة صارت بالمنطقة اللي ما أبو شبك تسمع علوم البدو اللي يدور له مذهب مثل ما قلت لك اللي ينشد عن الربيع اللي يدور المرأة يا ولد يا ولد وناس. في واحد خص بعد نعمي حد حمد في واحد من العيال عمي يعني أنا وياه عيال خالة هو من العائلة لكن أنا وياه عيال خالة سبحان الله دائما ولد الخالة له ميزة ما أدري ها بلاحظ الشيء ذا ولد الخالة تحس أنه قريب لك من غير قصور الإخوان لكن هو له خاص خصوصي فهو الصابر نسميه الصابر أذكر خير بيني وبينه لهجة مشفرة عادي بسمعك يا إنشاء لهجة خاص والأجهزة هذه في الربيع بالذات في كل محطة في ناس يلا فيعني أتكلم أنا وياه باللهجة المشفرة والناس جو سؤال قصيد أمور طلع 50 ما عندك على العام ما عندنا على العام ما عندنا إيش كذا الله واكثر شب عرف حتى محمد بن ناصر ترى يفهم فيها الشفرات ذي يعرفها محمد بن ناصر يمي دخلنا مصيح قبل فتره جهاز ما ينزل هذا من السياره ترى في نوعيه بعد اليدوي حلو اليدوي يعطوني اياه هو العمل اللي عمله ممتاز والله يخدم 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 سبحان الله يا مرحبا يا ابو مقعد اشتقت لي البارح والله جدا الله يكبر تعلمت حلوه تعلمت جدا من واحد من الشباب يطلع معي بلبة اي عرفت عرفت اللي حكم عليه اي عرفت كل ما يدخل معي يفوز عليه كبسوا يا جماعه كبسوا 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 ولا المشكله مش انا كبس معهم وهم يقولون يا سالم ما تكبس يا سالم ما تكبس وش ايش معنى كبس ما ادري أنا ترى في التيك توك ماني والله العظيم يا أبو مرعي أنا في السناب جيد في الانستغرام في تويتر بس في شو اسمه أنا بالتيك توك يا طويل في التيك توك ما أعرف ليه أنا أول يعني أبث لكن من تالي أعوذ بالله خلاص خرم أبي أبث والله خرم أبي أبث أبي سولف يصلح للقصيد سوالف إيه والله رهيب خصوصا إذا عندك يعني ناس يتابعونك يعرفون فاهمين قصتك وسالفتك وسالفتك يا ولد متعة بس اني اشغلت امتحان ابي 200 الف تكبيسه انا اسوي اشياء اقول بتحداهم والله ما اخذ ساعه طيب. او نص ساعه طيب. اجيب 300 الف تكبيسه اقدر اكبس يعني انا واحد اكبس إيه؟ واجد إيه؟ ما هو محسوب الواحد مثلي انا اكبس نفسي هي التكبيس نفس اللايك جاب يعني ولك ما ادري انا اسمع مكبسوا كبسوا يا كبسوا يا جماعة كبسوا يلا كبسوا لا وشير شيروا
اي صح هذا بعد تعلمت اخر بث اول ما دخلت تكلم السلام عليكم علومكم بالله شيروا البث وسوي تكبيس واحد قاعد ما امد اصبر اصبر اجي لا طلعنا ان شاء الله بعلمك عليه ترى انا خبير خلاص انت الحين خبير ما اعرف اطلع من البث اليوم مت حتسيت حتسيت جلست ممكن ساعتين وانا هذا لا 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 ويا جماعة اطلعوا أنا ما أعرف أقفل البث تدري شلون قفلته نمط الطيران يا طهر الله العظيم له زر بس عجزت لا أدوره عجزت ألقاه زلا حلو البرامج هذه تبي النبث الليلة أوه عقول بث عقول بث نبت عقول بث شوف شوف يا أخي المنارة ما شاء الله سالم نبت عقول بث سوالي نجيب العيد يا ولد يا ولد اوه ذكري هذا المنارة الله ذكر مرة اني زلقت ما تطيح اي والله ما جبت لي الله يكفيك سال يا الله يا حبيبي يا ابو مرعي يا بعد قلبي لا والعلوم العلوم زينة بديتك وين توقعت اني يوم دخلت دخليتي توقعت لا تقول قصيدة تعد قصيدة وانا معك تسمع له ومعك وطلعت للباب انا كنت وين كنت اكتب قصيدة بقى الهاوس سمعتك وانا اطلع جيت عند الباب توقعت انك عند الباب عرفت الصوت اي يعني الصوت معروف والله انا تراني احط دوك هنا وكذا واعيد الابيات مرة ثانية ما تمشي لا واضح لا كبير. انا لو اشوف زولك من 500 متر حبيب قلبي مو الله يقبلنا وياك يا